إن جهاز إنفينيتي ماكس برو للكشف عن المعادن هو أكثر أجهزة الكشف عن المعادن المتوفرة شمولاً وقوة. يتميز بمجموعة من تطبيقات الكشف عن المعادن للاستخدامات التي تشمل التنقيب عن الذهب واكتشاف الكنوز والتجاويف تحت الأرض والكشف عن الأنفاق، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات العملية الأخرى. توفر شركة ميجا ديتكشن من خلال إنفينيتي ماكس برو كاشف معادن عملي متعدد الأغراض ومتعدد أنظمة البحث وماسح أرضي ثلاثي الأبعاد يضم 12 نظاماً للبحث. توفر حلولاً متكاملة ومتعددة للباحثين عن الكنوز المحترفين والبحث عن الكنوز الأثرية وحتى شركات التنقيب عن المعادن. إنفينيتي ماكس برو، أنظمة البحث. نظام المسح الأرضي، نظام المسح بعيد المدى التلقائي، نظام المسح بعيد المدى اليدوي، نظام المسح بعيد المدى التحكم بالتردد، النظام الأيوني، نظام بايوني، نظام البث المباشر المسح المباشر، نظام تحديد موقع الهدف بين بوينتر، نظام مسح الأنفاق، نظام الفحص الجيوفيزيائي، نظام الحث النبضي، نظام الكشف الذكي. محتويات حقيبة الجهاز: الوحدة الرئيسية، وحدة الإرسال والاستقبال المتعدد الذكية IMTU، وحدة إرسال واستقبال الإشارة العمودية العالية VST، المساحة الأرضية المتعددة MGS60، قرص البحث PS50، قرص البحث PS36، قرص البحث PS28، أوتاد أرضية خاصة بالنظام الجيوفيزيائي، وحدة توصيل بالقاعدة الخاصة بالمجسات، توصيل الأوتاد، وحدة توصيل بالقاعدة الخاصة بأقراص البحث، البطارية، الذراع العلوي، الذراع السفلي، مسند الذراع، هوائيات عدد 2، سماعة الرأس، صندوق الإكسسوارات ويتضمن برغي وصامولة الماسحة الأرضية عدد 2، حلقة للعصا البلاستيكية، براغي لحامل الذراع وحامل الجهاز، قطع غيار، محول طاقة عالمي، كابل السماعات، شاحن البطارية 220 فولت، شرح لوحة المفاتيح، 1 مفتاح التشغيل، 2 مفتاح الرجوع، 3 مفتاح الإدخال أوكي، 4 مفتاح القائمة الرئيسية، 5 مفاتيح الأسهم للتحكم بالإعدادات يمين يسار أعلى أسفل، إعدادات الجهاز، التشغيل، لتشغيل الوحدة الرئيسية فقط اضغط على زر التشغيل، إيقاف التشغيل، لإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية اضغط فقط على زر التشغيل وستظهر رسالة تأكيد إيقاف التشغيل، يتم اختيار نعم للتأكيد أو لا للإلغاء. ضبط الإعدادات، يمكنك ضبط الإعدادات باختيار خيار الإعدادات الموجودة في القائمة الرئيسية الطاقة، استخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة عند استخدام الجهاز،
باستخدام هذا الخيار فإنه يمكن زيادة مدة استخدام البطارية بمقدار 50% على الأقل، ويعتمد ذلك على نظام البحث ونوع جهاز الاستشعار المتصل أي المجسات المتصلة. التاريخ والوقت، استخدم هذا الخيار لتعيين تاريخ الجهاز والوقت. أولاً، استخدم مفاتيح الأسهم لليسار أو لليمين لتحديد عنصر التاريخ والوقت، ثم اضغط OK. ثانياً، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل للاختيار، ثم اضغط على تعيين التاريخ، ثم OK. ثالثاً، في هذه النافذة استخدم الأسهم لتحديد التاريخ الصحيح، ثم بعد تعيين كل واحد اضغط مفتاح OK للحفظ. رابعاً، بعد ضبط الإعدادات اضغط على مفتاح الرجوع. الوقت، أولاً أثناء وجودك في قائمة إعداد التاريخ والوقت، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل لاختيار خيار ضبط الوقت، ثم اضغط OK للحفظ. ثانياً، في هذه النافذة استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الوقت الصحيح، ثم بعد تعيين كل حقل على حدة اضغط مفتاح OK للحفظ. ثالثاً، بعد ضبط الإعدادات اضغط على مفتاح الرجوع. إعدادات الأمان، لتنشيط إعدادات أمان الجهاز يجب عليك الضغط على خيار قفل الأمان ضمن إعدادات الأمان. بعد تفعيل الخيار السابق يمكن تعيين رمز قفل الأمان بالخيار تعيين رمز الأمان. عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى سيطلب الجهاز منك إدخال رمز الأمان والذي تحصل عليه من موقع المصنع أو من خلال الموزع المعتمد للجهاز في بلدك. يمكن إقفال خيار قفل الأمان في الجهاز حتى لا يطلب الجهاز إدخال الرمز بعد كل تشغيل. إعادة الضبط، يمكنك استخدام هذه القائمة لإعادة ضبط إعدادات الجهاز. هناك ثلاثة أنواع من عمليات إعادة الضبط. إعادة تعيين الإعدادات، باستخدام هذا الخيار ستعود جميع الإعدادات في الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية، لكنك ستحتفظ بالمعلومات المحفوظة في الذاكرة. إعدادات المصنع، باستخدام هذا الخيار ستعود جميع الإعدادات في الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية المصنعية، وسيتم مسح بيانات الذاكرة. مسح الذاكرة، باستخدام هذا الخيار سيتم مسح بيانات الذاكرة. بعد تحديد خيار إعادة التعيين ستظهر نافذة التأكيد، بالضغط على نعم في هذه النافذة ستتم إعادة التعيين. الشاشة، يمكنك التحكم في ضبط الشاشة باستخدام هذه القائمة. وضع السكون، من خلال تشغيل هذا الخيار ستنتقل شاشة الجهاز إلى وضع السكون في حالة عدم وجود أي نشاط. سطوع الشاشة، يمكن للمستخدم التحكم في سطوع الشاشة باستخدام هذا الخيار. اللغة، تتوفر واجهة برنامج الجهاز ب12 لغة واحدة. أولاً، اللغة الإنجليزية. ثانياً، الألمانية. ثالثاً، الإسبانية. رابعاً، الفرنسية. خامساً، الإيطالية. سادساً، الروسية. سابعاً، الصينية. ثامناً، التركي. تاسعاً، العبري. عاشراً، الأردن. 11، العربي. 12، الفارسية. لتغيير اللغة يجب على المستخدم الذهاب إلى علامة تبويب اللغة، ثم اختر تغيير اللغة باستخدام مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل، ثم اضغط OK. ثم اختر اللغة المفضلة باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار، ثم اضغط على OK. الصوت، يمكن للمستخدم التحكم في حالة صوت الجهاز باستخدام هذه القائمة. مستوى الصوت العام، استخدم هذا الخيار للتحكم في صوت الجهاز بالكامل. مستوى صوت لوحة المفاتيح، استخدم هذا الخيار للتحكم في مستوى صوت لوحة المفاتيح. مستوى صوت المسح، استخدم هذا الخيار للتحكم في مستوى صوت الصادر خلال عملية البحث. المعلومات، تتضمن هذه الشاشة جميع معلومات الجهاز. أولاً، إصدار الجهاز. ثانياً، إصدار البرنامج. ثالثاً، طراز الجهاز. رابعاً، الرقم التسلسلي. خامساً، بلد الشركة المصنعة.
بعد الانتهاء من جميع عمليات الإعدادات ستظهر النافذة التالية على الشاشة. المسح الأرضي. نظام المسح الأرضي هو نظام جديد كلياً بأجهزة ميجا ديتكشن الجديدة بتكنولوجيا جديدة ومطورة. يساعد هذا النظام المستخدم على مسح الأرض وإنشاء رسم بياني ثلاثي الأبعاد على شاشة الجهاز أو عبر الكمبيوتر اللوحي التابلت. يمكن لهذا النظام أن يجعل البحث والعثور على الدفائن والتجاويف الموجودة تحت الأرض مثل الأنفاق والسراديب أمراً سهلاً للمستخدم بسرعة أكبر ودقة أكبر. تركيب الجهاز. أولاً قم بإعداد الوحدة الرئيسية ووحدة الذراع. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. ثانياً، قم بتجميع الماسحة الأرضية MGS6C وذراع السفلي باستخدام البرغي والصامولة المحددة. قم بإدخال الذراع الأوسط داخل الذراع العلوي. ثالثاً، ضع الجهاز على الحامل الموجود على الذراع. قم بملائمة الوحدة الرئيسية وسكة الحامل بشكل متوازي. ضع الوحدة الرئيسية في سكة الحامل حتى تسمع صوتاً من دبوس القفل. لتلائم درجة عرض الوحدة الرئيسية على الحامل، هناك خيار يمكن للمستخدمين استخدامه. أولاً، قم بفك البرغي الموجود على الحامل في عكس اتجاه عقارب الساعة. ثانياً، قم بملائمة الوحدة الرئيسية حسب الدرجة المفضلة، وأغلق البرغي مرة أخرى. رابعاً، قم بتوصيل كابل الماسحة الأرضية بقاعدة موصل وحدة توصيل للحساسات. خامساً، قم بتوصيل البطارية بالحامل اليدوي مسند الذراع بحيث يكون مشبك البطارية في مكانه المحدد. سادساً، قم بتوصيل البطارية بالجهاز. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. اختيار النظام. اختيار النظام. لبدء استخدام نظام المسح الأرضي حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية. بعد تحديد نظام المسح الأرضي من القائمة الرئيسية ستظهر شاشة جديدة لتحديد الجهاز الذي سيتم عرض النتائج عليه، وهناك خياران وهما الجهاز والتابلت. يعني تحديد الجهاز في هذه القائمة أنه يمكن للمستخدم رؤية النتائج على شاشة الجهاز مباشرة. تحديد التابلت في هذه القائمة يعني أنه يمكن للمستخدم رؤية النتيجة على جهاز الكمبيوتر اللوحي المرفق مع الجهاز الذي يتضمن تطبيق مالتي فيجوال أناليزر لعرض النتائج بشكل رسومي. الإعداد لعرض النتائج على شاشة الجهاز. وضع المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم اختيار وضع المسح، وهناك خيارات. أولاً، الوضع اليدوي. يقوم المستخدم بإجراء عملية المسح يدوياً، أي يسجل القياسات يدوياً عند كل نقطة مسح. ثانياً، الوضع الأوتوماتيكي.
في هذه الحالة يقوم الجهاز بإجراء المسح أوتوماتيكيا بدون تدخل المستخدم، حيث يقوم بمسح النقاط تلقائيا مع فاصل زمني بين كل نقطة. فقط يلزم الضغط على زر البدء عند الانتقال بين الخطوط. لاختيار وضع المسح المناسب استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط مفتاح OK. مسار المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم تحديد اتجاه مسار المسح الذي يشتمل على خيارين. أولا اتجاه واحد، يتم إجراء المسح لكل خط بنفس الاتجاه، أي تكون اتجاه إجراء المسح وفق خطوط متوازية وبينها مسافة. ثانيا تبادلي، في هذه الحالة يكون بداية خط المسح التالي عند نهاية خط المسح السابق مع ترك مسافة، أي أنه يتم مسح كل خطين متتاليين باتجاه معاكس. حدد وضع مسار المسح المفضل لديك باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط مفتاح OK. قياسات منطقة المسح. يمكن للمستخدم اختيار أبعاد منطقة المسح باستخدام هذه الشاشة، وهي العرض خطوط المسح، وهو عدد خطوط المسح، ويمكن تعيينه باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل ثم اضغط على مفتاح OK. الارتفاع، وهذا الرقم يعبر عن عدد خطوات أو نقاط المسح لكل خط، ويمكن تغييره باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل ثم الضغط على مفتاح OK. لفهم الفرق بين الخطوط والخطوات انظر إلى الشكل التالي. عندما يقف المستخدم بشكل مستقيم في منطقة البحث، فإن كل خطوة يقوم بها للأمام تسمى الخطوة. وفي كل مرة ينتقل فيها المستخدم إلى اليسار أو اليمين تسمى الخط، أي ينتقل إلى خط مسح جديد. نقطة البداية، هنا يمكن للمستخدم تحديد نقطة بداية المسح ضمن المنطقة، وهناك خياران. يسار، تكون بداية المسح من الزاوية السفلية اليسرى لمنطقة المسح. يمين، تكون بداية إجراء عملية المسح من الزاوية السفلية اليمنى لمنطقة المسح. يمكن اختيار مكان نقطة البداية باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم الضغط على مفتاح OK. المسح، بعد الانتهاء من ضبط جميع الإعدادات السابقة تظهر للمستخدم شاشة تظهر الإعدادات المختارة عبر الخطوات السابقة، ويمكن الضغط على الزر الموجود أسفل الشاشة اضغط مفتاح OK لبدء المسح لبدء عملية المسح فعليا. كيفية الاستخدام، بعد اكتمال الضغط تأكد من تجميع الجهاز تماما وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتا بجسدك دون تحريك، ثم قف على نقطة صفر أو نقطة البداية في منطقة المسح واضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. حافظ على ارتفاع المساحة أثناء عملية المسح بثبات وفق مسافة ثابتة تقريبا عن الأرض. تأكد من تسجيل نقطة المسح عند كل نقطة بالضغط على زر البدء في حالة الوضع اليدوي قبل الانتقال إلى النقطة الثانية. يجب مراعاة الحد الأدنى لمساحة منطقة المسح المستطيلة الشكل، حيث يجب أن تكون بأبعاد 3x3 متر على الأقل، ويفضل أن تكون أبعاد منطقة المسح 3x3 أو 6x6 أو 9x9 مع الالتزام بمسافة 30 سنتيمتر بين كل نقطة مسح. في حالة وجود مساحة غير مساوية من الأرض، قم أولاً بتنظيف المنطقة وترتيبها بشكل مسطح قدر الإمكان قبل عملية المسح. تابع المسح خطوة بخطوة وفقاً لمسار المسح الذي حددته، اتجاه واحد أو تبادلي. بعد اكتمال كل خط من عملية المسح سترة تنبيهاً على الشاشة، يعني أنه يجب عليك بدء خط جديد للمسح. قم بتغيير موضعك إلى بداية الخط التالي ثم اضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. على الشاشة تظهر نافذة تضم شبكة من الخلايا حسب عدد الخطوط والخطوات المعينة سابقا. في الجزء الأيمن يمكنك رؤية معلومات حول الخطوة الحالية وخط المسح الحالي وقيمة رقمية للحساس أثناء عملية المسح.
عند اكتمال عملية المسح سترى تنبيها على الشاشة يفيد بأن عملية المسح قد اكتملت. اضغط مفتاح أوكي للخروج. أثناء عملية المسح سترى تغير لون كل خلية من الشبكة حسب نقطة المسح الحالية وفقا لألوان مختلفة. يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كان هناك هدف تحت أرض المسح أم لا من خلال لون كل خلية. فيما يلي شرح لدلالات الألوان. الأخضر أرض عادية أو تربة. الأزرق الفاتح فراغ صغير. الأزرق فراغات وكهوف مثل نفق. الأصفر قطع صغيرة من المعادن. الأحمر ذهب أو قطع كبيرة من المعادن. ملفات المسح. يتضمن جهاز ذاكرة لحفظ نتائج المسح على شكل ملفات. هذا يعني أنه يمكن للمستخدم فتح عملية مسح سابقة وإعادة عرض النتائج وتحليلها في أي وقت وحتى أثناء عدم وجود الجهاز في منطقة المسح الأصلية. يمكن اختيار خيار ملفات المسح من القائمة الرئيسية ثم الضغط على مفتاح OK فتظهر شاشة جديدة. تتضمن هذه الشاشة قائمة بجميع الملفات المحفوظة التي يمكنك فتحها ومراجعتها. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الملف المحفوظ ثم اضغط OK. في كل مرة يقوم المستخدم بتحديد ملف تظهر نافذة منبثقة تتضمن ثلاثة خيارات. فتح، حدد هذا الخيار ثم OK لفتح الملف المحفوظ. حذف، حدد هذا الخيار لحذف الملف الحالي. إلغاء، حدد إلغاء فتح الملف والعودة إلى قائمة الملفات. خيار خطوط الشبكة. هذا الخيار يقوم بإظهار أو إخفاء خطوط الشبكة التي تمثل منطقة المسح، حيث كل خلية منها تمثل خطوة مسح واحدة، نقطة مسح. اختيار خلية من الشبكة. استخدم هذا الخيار لاختيار خلية معينة من شبكة منطقة المسح ضمن شاشة نتائج المسح. بعد الضغط على رمز البحث استخدم مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح لاختيار خلية محددة. وللعودة إلى أدوات المسح اضغط على زر الرجوع. ملاحظة، يمكن للمستخدم ضغط زر البديء في كل خلية ليعرض قيمة نتيجة الدقيقة لكل حساس من حساسات MGS60 في حالة استعراض النتائج على شاشة الجهاز. تصفية الألوان. استخدم هذا الخيار لإخفاء أو إظهار اللون الأخضر والذي يمثل أرضاً عادية، وهذا مفيد في إظهار المناطق المفيدة من منطقة المسح التي تتضمن أهدافاً معدنية أو فراغ. يعرض في أسفل شاشة نتائج المسح شريط معلومات يتضمن عدة حقول نصية تعرض معلومات عن الخلية المحددة من الشبكة تجعل تحليل النتائج أسهل للمستخدم. نسب الألوان. تمثل أشرطة الألوان الثلاثة الأحمر الأخضر والأزرق النسب المئوية لكل نوع هدف داخل الخلية المحددة من منطقة المسح. المتوسط. يمثل هذا الحقل قيمة متوسطة لجميع القيم في النقاط المكتشفة. العمق. عندما يتم التحديد على الخلية قيمة العمق سوف تظهر ضمن شريط المعلومات السفلي، ويمكن للمستخدم رؤية العمق في كل خلية بواسطة هذا الخيار. من ناحية أخرى تمثل هذه القيمة قيمة العمق في الخلية المحددة على شاشة النتائج. نظام مسح الأنفاق. يستخدم هذا النظام مسبار المساحة الأرضية متعددة الحساسات لإجراء مسح أرضي مفصل ثلاثي الأبعاد، ولكن يركز هنا على الكشف عن التجاويف والهياكل الموجودة تحت الأرض مثل الأنفاق والغرف والأقبية والملاجئ والكهوف. يوفر الجهاز تمثيلا مرئيا ثنائي الأبعاد على شاشة عرض الجهاز، وتمثيلا ثلاثي الأبعاد على أي جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد عبر تطبيق تحليل مالتي فيجوال أنالايزر. نظام مسح الأنفاق هو وضع مخصص طريقة التثبيت وإعدادات الاستخدام، وخيارات البحث مشابهة لتلك الخاصة بنظام المسح الأرضي. والفرق الرئيسي هو أن الأهداف المعدنية يتم تجاهلها، ويركز الجهاز على كشف وتمثيل الأنفاق تحت الأرض والفجوات والفراغات مثل المقابر. تركيب الجهاز.
أولاً قم بإعداد الوحدة الرئيسية ووحدة الذراع. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. ثانياً، قم بتجميع الماسحة الأرضية MGS6C والذراع السفلي باستخدام البرغي والصامولة المحددة. قم بإدخال الذراع الأوسط داخل الذراع العلوي. ثالثاً، ضع الجهاز على الحامل الموجود على الذراع. قم بملائمة الوحدة الرئيسية وسكة الحامل بشكل متوازي. ضع الوحدة الرئيسية في سكة الحامل حتى تسمع صوتاً من دبوس القفل. لتلائم درجة عرض الوحدة الرئيسية على الحامل، هناك خيار يمكن للمستخدمين استخدامه. أولاً، قم بفك البرغي الموجود على الحامل في عكس اتجاه عقارب الساعة. ثانياً، قم بملائمة الوحدة الرئيسية حسب الدرجة المفضلة وأغلق البرغي مرة أخرى. رابعاً، قم بتوصيل كابل الماسحة الأرضية بقاعدة موصل وحدة توصيل للحساسات. خامساً، قم بتوصيل البطارية بالحامل اليدوي مسند الذراع بحيث يكون مشبك البطارية في مكانه المحدد. سادساً، قم بتوصيل البطارية بالجهاز. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. اختيار النظام. لبدء استخدام نظام مسح الأنفاق، حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية. بعد تحديد نظام مسح الأنفاق من القائمة الرئيسية، ستظهر شاشة جديدة لتحديد الجهاز الذي سيتم عرض النتائج عليه. وهناك خياران وهما الجهاز والتابلت. يعني تحديد الجهاز في هذه القائمة أنه يمكن للمستخدم رؤية النتائج على شاشة الجهاز مباشرة. تحديد التابلت في هذه القائمة يعني أنه يمكن للمستخدم رؤية النتيجة على جهاز الكمبيوتر اللوحي المرفق مع الجهاز الذي يتضمن تطبيق مالتي فيجوال أناليزر لعرض النتائج بشكل رسومي. الإعداد لعرض النتائج على شاشة الجهاز. وضع المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم اختيار وضع المسح، وهناك خياران. أولاً، الوضع اليدوي. يقوم المستخدم بإجراء عملية المسح يدوياً، أي يسجل القياسات يدوياً عند كل نقطة مسح. ثانياً، الوضع الأوتوماتيكي. في هذه الحالة يقوم الجهاز بإجراء المسح أوتوماتيكياً بدون تدخل المستخدم، حيث يقوم بمسح النقاط تلقائياً مع فاصل زمني بين كل نقطة. فقط يلزم الضغط على زر البدء عند الانتقال بين الخطوط. لاختيار وضع المسح المناسب، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط مفتاح OK. مسار المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم تحديد اتجاه مسار المسح الذي يشتمل على خيارين. أولاً، اتجاه واحد. يتم إجراء المسح لكل خط بنفس الاتجاه، أي تكون اتجاه إجراء المسح وفق خطوط متوازية وبينها مسافة. ثانياً، تبادلي. في هذه الحالة يكون بداية خط المسح التالي عند نهاية خط المسح السابق مع ترك مسافة.
أي أنه يتم مسح كل خطين متتاليين باتجاه معاكس. حدد وضع مسار المسح المفضل لديك باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار، ثم اضغط مفتاح OK. قياسات منطقة المسح: يمكن للمستخدم اختيار أبعاد منطقة المسح باستخدام هذه الشاشة وهي العرض خطوط المسح، وهو عدد خطوط المسح ويمكن تعيينه باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل، ثم اضغط على مفتاح OK. الارتفاع، وهذا الرقم يعبر عن عدد خطوات أو نقاط المسح لكل خط، ويمكن تغييره باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل، ثم الضغط على مفتاح OK. لفهم الفرق بين الخطوط والخطوات انظر إلى الشكل التالي: عندما يقف المستخدم بشكل مستقيم في منطقة البحث، فإن كل خطوة يقوم بها للأمام تسمى الخطوة. وفي كل مرة ينتقل فيها المستخدم إلى اليسار أو اليمين تسمى الخط، أي ينتقل إلى خط مسح جديد. نقطة البداية، هنا يمكن للمستخدم تحديد نقطة بداية المسح ضمن المنطقة، وهناك خيارات: يسار، تكون بداية المسح من الزاوية السفلية اليسرى لمنطقة المسح. يمين، تكون بداية إجراء عملية المسح من الزاوية السفلية اليمنى لمنطقة المسح. يمكن اختيار مكان نقطة البداية باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار، ثم الضغط على مفتاح OK. المسح، بعد الانتهاء من ضبط جميع الإعدادات السابقة تظهر للمستخدم شاشة تظهر الإعدادات المختارة عبر الخطوات السابقة، ويمكن الضغط على الزر الموجود أسفل الشاشة اضغط مفتاح OK لبدء المسح لبدء عملية المسح فعليا. كيفية الاستخدام، بعد اكتمال الضبط تأكد من تجميع الجهاز تماما وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتا بجسدك دون تحريك، ثم قف على نقطة صفر أو نقطة البداية في منطقة المسح، واضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. حافظ على ارتفاع المسحة أثناء عملية المسح بثبات وفق مسافة ثابتة تقريبا عن الأرض. تأكد من تسجيل نقطة المسح عند كل نقطة بالضغط على زر البدء في حالة الوضع اليدوي قبل الانتقال إلى النقطة التالية. يجب مراعاة الحد الأدنى لمساحة منطقة المسح المستطيلة الشكل، حيث يجب أن تكون بأبعاد 3x3 متر على الأقل، ويفضل أن تكون أبعاد منطقة المسح 3x3 أو 6x6 أو 9x9 مع الالتزام بمسافة 30 سنتيمتر بين كل نقطة مسح. في حالة وجود مساحة غير مساوية من الأرض، قم أولاً بتنظيف المنطقة وترتيبها بشكل مسطح قدر الإمكان قبل عملية المسح. تابع المسح خطوة بخطوة وفق لمسار المسح الذي حددته، اتجاه واحد أو تبادلي. بعد اكتمال كل خط من عملية المسح سترى تنبيهاً على الشاشة، يعني أنه يجب عليك بدء خط جديد للمسح. قم بتغيير موضعك إلى بداية الخط التالي، ثم اضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. على الشاشة تظهر نافذة تضم شبكة من الخلايا حسب عدد الخطوط والخطوات المعينة سابقا. في الجزء الأيمن يمكنك رؤية معلومات حول الخطوة الحالية وخط المسح الحالي وقيمة رقمية للحساس أثناء عملية المسح. عند اكتمال عملية المسح سترى تنبيهان على الشاشة يفيد بأن عملية المسح قد اكتملت، اضغط مفتاح OK للخروج. أثناء عملية المسح سترى تغير لون كل خلية من الشبكة حسب نقطة المسح الحالية وفقا لألوان مختلفة. يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كان هناك هدف تحت أطل المسح أم لا من خلال لون كل خلية. فيما يلي شرح لدلالات الألوان: الأزرق فراغات وكهوف مثل نفق، الأخضر أرض عادية أو تربة. ملفات المسح،
يتضمن جهاز ذاكرة لحفظ نتائج المسح على شكل ملفات. هذا يعني أنه يمكن للمستخدم فتح عملية مسح سابقة وإعادة عرض النتائج وتحليلها في أي وقت وحتى أثناء عدم وجود الجهاز في منطقة المسح الأصلي. يمكن اختيار خيار ملفات المسح من القائمة الرئيسية ثم الضغط على مفتاح OK فتظهر شاشة جديدة. تتضمن هذه الشاشة قائمة بجميع الملفات المحفوظة التي يمكنك فتحها ومراجعتها. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الملف المحفوظ ثم اضغط OK. في كل مرة يقوم المستخدم بتحديد ملف تظهر نافذة منبثقة تتضمن ثلاثة خيارات: فتح، حدد هذا الخيار ثم OK لفتح الملف المحفوظ، حذف، حدد هذا الخيار لحذف الملف الحالي، إلغاء، حدد لإلغاء فتح الملف والعودة إلى قائمة الملفات. خيار خطوط الشبكة: هذا الخيار يقوم بإظهار أو إخفاء خطوط الشبكة التي تمثل منطقة المسح، حيث كل خلية منها تمثل خطوة مسح واحدة، نقطة مسح. اختيار خلية من الشبكة: استخدم هذا الخيار لاختيار خلية معينة من شبكة منطقة المسح ضمن شاشة نتائج المسح. بعد الضغط على رمز البحث استخدم مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح لاختيار خلية محددة، وللعودة إلى أدوات المسح اضغط على زر الرجوع. ملاحظة: يمكن للمستخدم ضغط زر البدء في كل خلية ليعرض قيمة نتيجة الدقيقة لكل حساس من حساسات MGS60 في حالة استعراض النتائج على شاشة الجهاز. تصفية الألوان: استخدم هذا الخيار لإخفاء أو إظهار اللون الأخضر والذي يمثل أرضاً عادي، وهذا مفيد في إظهار المناطق المفيدة من منطقة المسح التي تتضمن أهدافاً معدنية أو فراغاً. يعرض في أسفل شاشة نتائج المسح شريط معلومات يتضمن عدة حقول نصية تعرض معلومات عن الخلية المحددة من الشبكة تجعل تحليل النتائج أسهل للمستخدم. نسب الألوان: تمثل أشرطة الألوان الثلاثة الأحمر الأخضر والأزرق النسب المئوية لكل نوع هدف داخل الخلية المحددة من منطقة المسح. المتوسط: يمثل هذا الحقل قيمة متوسطة لجميع القيم في النقاط المكتشفة. العمق: عندما يتم التحديد على الخلية قيمة العمق سوف تظهر ضمن شريط المعلومات السفلي، ويمكن للمستخدم رؤية العمق في كل خلية بواسطة هذا الخيار. من ناحية أخرى تمثل هذه القيمة قيمة العمق في الخلية المحددة على شاشة النتائج. نظام الفحص الجيوفيزيائي: النظام الجيوفيزيائي هو نظام ذو أداء عال يستخدم قياسا جيولوجيا كهربائيا لمقاومة الأرض باستخدام أسفين أو أوتاد مثبتة وبناء على قيم مقاومة الكهربائية للتربة في منطقة البحث. يمكن للجهاز تحديد وجود أو عدم وجود أنواع الأهداف المختلفة بما في ذلك تجاويف مثل الكهوف والأنفاق والغرف. بالإضافة إلى أنواع مختلفة من المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس وحتى رواسب المياه الجوفية والتي تحدد مسبقاً ضمن إعدادات النظام. تجميع الجهاز: أولاً قم بتوصيل قاعدة المواصل في منفذها بالجهة الأمامية من الوحدة الرئيسية. ثانياً أدخل رأسي كابلات النظام الجيوفيزيائي في المقابس الموجودة في قاعدة المواصل. ثالثاً قم بتوصيل الكمشات بالطرف العلوي للأوتاد التي يتم زرعها في الأرض. اختيار النظام: لبدء الاستخدام حدد نظامات جيوفيزيكال من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. بعد اختيار النظام ستظهر شاشة اختيار الهدف. نوع الهدف: يتم تحديد نوع الهدف المراد البحث عنه من بين قائمة الأهداف التي تشمل الذهب، البرونز، الفضة، المياه الجوفية، الحديد، الفراغات، النحاس. كيفية الاستخدام:
بعد اختيار نوع الهدف يقوم الجهاز بضخ تيار كهربائي من خلال الوتدين حسب الهدف المختار، وتقاس مقاومة التربة في منطقة البحث، وحسب قيم القياس يتم عرض شاشة النتائج، ويوجد حالتين: أولاً تم العثور على الهدف، تعرض شاشة النتائج مخططا ثنائي الأبعاد على شكل مجموعة من المنحنيات البيضوية المتغيرة اللون من الأخضر إلى الأحمر مع ذروة في منتصف الرسم البياني، وتقابل قيمة معينة على المحور الرأسي المقابلة لنسبة مئوية تمثل احتمال تواجد الهدف في المنطقة. على يمين المخطط ثنائي الأبعاد تعرض مجموعة من المعلومات داخل المستطيلات التي تتضمن ما يلي: الهدف يشير إلى نوع الهدف المحدد، الذهب على سبيل المثال، القيمة تشير إلى القيمة المتعلقة بقياس مقاومة الأرض، النسبة هو قيمة النسبة المئوية لاحتمال تواجد الهدف، وهذه النسبة تقابل قمة القطع الناقص العلوي على المنحنيات. ثانيا لم يتم العثور على الهدف، هنا لن يتم رسم المنحنيات المذكورة أعلى، سيتم عرض رسالة بدلا من ذلك تشير إلى عدم العثور على الهدف. في هذه الحالة ستكون قيمة القيمة المتعلقة بمقاومة التربة وقيمة النسبة مساوية للصفر. ملاحظة: تأكد من توصيل الكابلات بشكل صحيح بكل وتد، وفي حالة عدم توصيل أحد الأوتاد سيتم عرض رسالة تشير إلى عدم العثور على الهدف. نظام المسح بعيد المدى التلقائي الأوتوماتيكي، وهو نظام بحث متقدم يغطي مسافة مسح كبيرة ضمن منطقة مسح واسعة جدا ضمن المنطقة المحددة. هذا النظام يقوم بالبحث بشكل أوتوماتيكي عن الأهداف المعينة المدفونة ضمن منطقة المسح وفق الإعدادات التي يتم تعيينها مسبقا. سيؤدي ذلك إلى تقليل مساحة البحث قدر الإمكان، مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة على المنقب. تجميع الجهاز: 1. قم بتوصيل الهوائي بالجهاز على الشكل الآتي: 2. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز: 3. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. 3. استخدم مقبس طاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: لبدء استخدام نظام المسح بعيد المدى التلقائي، حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي: المسافة، يمكن للجهاز البحث عن الأهداف لمسافة بعيدة تصل حتى 3000 متر، ويمكن للمستخدم تغيير قيمة المسافة بواسطة مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. العمق، ويمثل أقصى عمق سوف يقوم الجهاز بالبحث عن الأهداف عنده ضمن المجال 0 إلى 100 متر، ويمكن الاختيار من قيم محددة مسبقا باستخدام مفاتيح الأسهم. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الضبط أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتا بجسمك دون تحريك، ثم قف في منطقة البحث واضغط على زر OK على لوحة المفاتيح.
لبدء عملية المسح. عند الضغط على زر أوكي على لوحة المفاتيح ستظهر الشاشة التالية، والتي تضم مؤشرا متدرجا مكونا من مستطيلات مع خط أحمر بالمنتصف، ويعتبر هذا الخط الأحمر هو المركز لعملية المسح أو الدرجة صفر، ويقوم عنده المستخدم بتوجيه الجهاز إلى الجهات الأمامية. أثناء عملية المسح يقف المستخدم في نقطة ثابتة ويقوم بتحريك الجهاز فقط من المركز إلى جهة اليمين بشكل بطيء وفقا للمؤشر بمعدل 90 درجة. عند الوصول لأقصى اليمين يبدأ المستخدم بالعودة بنفس السرعة من أقصى اليمين إلى المركز. بعد وصول المؤشر والمستخدم إلى المركز مباشرة، سيبدأ المؤشر بالذهاب إلى جهة اليسار، ويقوم المستخدم بتوجيه الجهاز أيضا إلى جهة اليسار وفقا للمؤشر أيضا بمعدل 90 درجة. عند الوصول لأقصى اليسار يبدأ المستخدم بالعودة بنفس السرعة من أقصى اليسار إلى المركز. في هذا النظام يتم تغطية 180 درجة من محيط المستخدم دون أن يتحرك من مكانه، فقط يقوم بتحريك الجهاز وفقا للمؤشرات على الشاشة. تقرير النتائج: بعد الانتهاء من البحث في المنطقة يمكن الضغط على التالي عبر الضغط على زر أوكي للانتقال إلى تقرير النتائج. سيساعد استخدام هذا التقرير في تحديد ما إذا كانت هذه المنطقة تحتوي على أي هدف ثمين أم لا. يمكنك رؤية أربعة أنواع من الأهداف في هذه الشاشة: ذهب، فضة، حديد، ألماس. توضح النسبة المئوية لكل منها نسبة الاحتمال للهدف المكتشف، ومن خلالها يمكن معرفة طبيعة الهدف. نظام المسح بعيد المدى، التحكم بالتردد. يعد نظام المسح بعيد المدى مع التحكم بالتردد من التقنيات الجديدة والمميزات الهامة التي تم دمجها داخل الجهاز، والتي تمكن المستخدم من تحديد القيمة الدقيقة لتردد البحث بوحدة ميجاهرتز للبحث عن نوع معين من المعدن أو هدف مصنوع من خليط معين من المعادن، وبالتالي ضمان نتائج أكثر دقة عند البحث. ويمكن للمستخدم في هذا النظام تعيين قيم وخيارات متعددة متعلقة بالبحث. تجميع الجهاز: 1. قم بتوصيل الهوائي بالجهاز على الشكل الآتي: 2. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز: 3. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. 3. استخدم مقبس طاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. 1. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح أوكي.
سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي نوع التربة. يمكن للمستخدم باستخدام هذا الخيار تحديد نوع تربة الأرض في المنطقة التي يريد البحث ضمنها. أنواع التربة المتاحة هي صخرية، تربة محايدة، تربة مختلطة، معدنية، طينية، رملية، فلزات، طباشير، تربة مالحة. التردد: يمكن للمستخدم ضبط قيمة تردد البحث حسب نوع هدف معين بشكل يدوي باستخدام هذا الخيار. يتراوح نطاق قيم التردد بين 250 هرتز و 18000 هرتز. استخدم مفاتيح الأسهم لتغيير القيمة ثم اضغط OK. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة التردد بمقدار 1000 ميجا هرتز بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار 250 ميجا هرتز بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. ملاحظة: كل 1000 هرتز تعادل 1 كيلو هرتز. مثال: عند اختيار المستخدم لتردد 5000 هرتز، هذا يعني أن القيمة 5 كيلو هرتز. المسافة: يمكن للمستخدم تحديد المسافة المراد البحث ضمنها أثناء عملية البحث، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم البحث ضمن دائرة نصف قطرها هي هذه المسافة، وتبدأ هذه المسافة من 250 إلى 3000 متر. ويمكن تغيير قيمة المسافة باستخدام أزرار الأسهم يمين أو يسار والضغط على OK. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة المسافة بمقدار 250 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل، وبمقدار 50 مترا بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. العمق: وهو قيمة أقصى عمق يمكن أن يبحث به الجهاز، ويمكن تعيين قيمة العمق باختيار قيمة من مجموعة قيم محددة مسبقاً ضمن المجال من 0 إلى 50 متر. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة العمق بمقدار 10 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار متر واحد بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. المسح: بعد الانتهاء من تعيين الإعدادات السابقة، حدد تبويب المسح باستخدام مفاتيح الأسهم يمين ويسار، ثم اضغط على مفتاح OK فوق زر بدء المسح. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الضبط، أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتاً بجسمك دون تحريك، ثم قف في منطقة البحث واضغط على زر OK على لوحة المفاتيح لبدء عملية المسح. عند الضغط على زر OK على لوحة المفاتيح في النافذة السابقة، ستظهر الشاشة التالية التي تتضمن العناصر التالية: البوصلة تشير إلى اتجاه الجهاز الجغرافي شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، مؤشر الهوائيات وهو مؤشر نصف دائري، الصفر بالمنتصف يعبر عن قيم زاوية ميل الهوائيات حسب الاتجاه يمين أو يسار ضمن مجال من 0 إلى 90 درجة يمين و 90 درجة يسار. سهم المؤشر وهو مؤشر بلون أحمر يتحرك حسب زاوية ميل الهوائيات ويشير إلى القيمة المحددة على المؤشر نصف الدائري. أداة المحاذاة وهو مؤشر متدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل، ونقطة صفر بمنتصفه تعبر عن زاوية ميل الجهاز عن الأفق، والقيم الصحيحة تظهر باللون الأخضر.
أثناء عملية المسح سيتحرك الهوائي إلى اليسار واليمين وفقا للهدف المرصود. يجب على المستخدم تغيير اتجاهه بحسب اتجاه الهوائي. ستظهر كل حركة على الشاشة لتسهيل الأمر على المستخدم. يجب على المستخدم فقط اتباع حركة سهم المؤشر للحصول على الاتجاه الصحيح مع مراعاة إبقاء الجهاز في وضع صحيح بالنسبة للأفق. نظام المسح بعيد المدى اليدوي. في نظام المسح بعيد المدى اليدوي يتم ضبط إعدادات البحث يدوياً بواسطة المستخدم وفقاً لتفضيلاته قبل بدء عملية البحث، ويمكن تخصيص العديد من الخيارات. تجميع الجهاز. 1. قم بتوصيل الهوائي بالجهاز على الشكل الآتي. 2. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. 3. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. 3. استخدم مقبس طاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. 1. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي الهدف، وهو يعبر عن نوع معدن الهدف المراد البحث عنه. يحتوي الجهاز على قائمة أهداف تتضمن فضة، بلاتينيوم، حديد، عروق الذهب، كنوز ذهبية، ذهب خام، أحجار كريمة، ألماس، نحاس، فراغات، برونز. يتم اختيار نوع الهدف باستخدام أزرار الأسهم يمين أو يسار والضغط على أوكي. المسافة. يمكن للمستخدم تحديد المسافة المراد البحث ضمنها أثناء عملية البحث، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم البحث ضمن دائرة نصف قطرها هي هذه المسافة، وتبدأ هذه المسافة من 250 إلى 3000 متر. ويمكن تغيير قيمة المسافة باستخدام أزرار الأسهم يمين أو يسار والضغط على أوكي. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة المسافة بمقدار 250 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل، وبمقدار 50 مترا بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. العمق.
وهو قيمة أقصى عمق يمكن أن يبحث به الجهاز، ويمكن تعيين قيمة العمق باختيار قيمة من مجموعة قيم محددة مسبقاً ضمن المجال من 0 إلى 50 متر. ملاحظة: يمكن للمستخدم تغيير قيمة العمق بمقدار 10 متر بالضغط على مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل. وبمقدار متر واحد بالضغط على مفاتيح الأسهم يسار أو يمين. المسح: بعد الانتهاء من تعيين الإعدادات السابقة، حدد تبويب المسح باستخدام مفاتيح الأسهم يمين ويسار، ثم اضغط على مفتاح أوكي فوق زر بدء المسح. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الضغط، أمسك الجهاز على الشكل الآتي، وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتاً بجسمك دون تحريك، ثم قف في منطقة البحث واضغط على زر أوكي على لوحة المفاتيح لبدء عملية المسح. عند الضغط على زر أوكي على لوحة المفاتيح في النافذة السابقة، ستظهر الشاشة التالية التي تتضمن العناصر التالية: البوصلة تشير إلى اتجاه الجهاز الجغرافي، شمال أو جنوب أو شرق أو غرب. مؤشر الهوائيات، وهو مؤشر نصف دائري، الصفر بالمنتصف يعبر عن قيم زاوية ميل الهوائيات حسب الاتجاه يمين أو يسار ضمن مجال من 0 إلى 90 درجة يمين و90 درجة يسار. سهم المؤشر، وهو مؤشر بلون أحمر يتحرك حسب زاوية ميل الهوائيات ويشير إلى القيمة المحددة على المؤشر نصف الدائري. أداة المحاذاة، وهو مؤشر متدرج الألوان من الأعلى إلى الأسفل، ونقطة صفر بمنتصفه تعبر عن زاوية ميل الجهاز عن الأفق، والقيم الصحيحة تظهر باللون الأخضر. أثناء عملية المسح سيتحرك الهوائي إلى اليسار واليمين وفقاً للهدف المرصود. يجب على المستخدم تغيير اتجاهه بحسب اتجاه الهوائيات. ستظهر كل حركة على الشاشة لتسهيل الأمر على المستخدم. يجب على المستخدم فقط اتباع حركة سهم المؤشر للحصول على الاتجاه الصحيح، مع مراعاة إبقاء الجهاز في وضع صحيح بالنسبة للأفق. النظام الأيوني، تم تطوير نظام البحث الأيوني وفق تقنية جديدة كلياً، وهي الأولى من نوعها في أجهزة الكشف عن المعادن، وتشكل تطوراً كبيراً عن النظام التقليدي الموجود من قبل، حيث تسمح التقنية الجديدة باكتشاف أكثر دقة للحقول الأيونية الناتجة عن الأهداف المعدنية المدفونة تحت الأرض بفضل وحدة الإرسال والاستقبال الذكية المتعددة IMTU التي تضمن استقبال الإشارات ومعالجتها بدقة، مع القدرة على التحكم في بعض إعدادات الإشارة على الشاشة لضمان نتائج دقيقة. تركيب الجهاز، قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية، سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام،
لبدء الاستخدام حدد النظام الأيوني من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح أوكي. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة تضم العناصر التالية: حساسية الإشارة، وهو على شكل مؤشر دائري تتمثل قيمته بنسب مئوية. أثناء عملية البحث ووفقاً لمسح المنطقة المحيطة بحثاً عن الأهداف، سيقوم النظام الأيوني بإصدار صوت خاص ويمثل قدرة الهدف ويتعلق بقيمة المسافة بين المستخدم وبين الهدف. يمكن للمستخدم تغيير قيمة الحساسية في أي وقت ليتمكن من تحليل الصوت الناتج الذي تتغير شدته حسب بعد الهدف. ربح الإشارة، وهي قيمة تمثل قوة الإشارة، ويمثل على شكل مؤشر دائري أيضاً تمثل قيمته بنسب مئوية. يمكن للمستخدم التحكم في قوة الإشارة باستخدام هذا الخيار. لتعيين الجهاز لاكتشاف الأهداف الكبيرة الحجم، قم بتقليل هذه القيمة وزيادة هذه القيمة للكشف عن الأهداف الصغيرة. لاختيار وتغيير المؤشرين السابقين، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط أوكي. ولتغيير القيمة استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل ومن ثم أوكي. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الضبط تأكد من تجميع الجهاز تماما وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي. عند استخدام هذا النظام نضغط على زر البدء لعمل إعادة ضبط للإشارة أو ريزات، ثم نقوم بتحريك الجهاز نحو الأعلى والأسفل بشكل بطيء أو نحو الأعلى والأسفل بنفس السرعة، مع مراعاة خفض الجهاز قليلا باتجاه الأرض. في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر الأيوني في الشاشة. يزداد المؤشر بازدياد قوة الإشارة أو بازدياد اقترابنا من الهدف. بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي متدرج يزداد بازدياد قوة الإشارة. يظهر المؤشر باللون الأحمر في حالة وجود معادن، ويظهر المؤشر باللون الأزرق في حالة وجود فراغات. لتأكد من صحة الإشارة نقوم بعمل ريزات، وذلك بالضغط على زر البدء لمرة واحدة لكن بجهة مغايرة للجهة التي التقطت منها الإشارة في المرة الأولى. يتم تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة. في حال استمرت الإشارة بالظهور هذا يعني أن الإشارة صحيحة تماما. تحذير: لا يجب عمل ريزات في الجهة التي صدرت منها الإشارة لأننا سنفقد الإشارة ويصبح الجهاز يتعامل معها على أنها مستوى طبيعي من الإشارة. نظام بايونيك: يشبه نظام البحث هذا نظام البحث الأيوني من حيث طريقة العمل والاعتماد في البحث على وحدة IMTU. لكن الاختلاف هو أنه هنا يتم التقاط الإشارات الأيونية من جسم معدني معين، على سبيل المثال من الذهب، ثم يتم توجيه البحث نحو التقاط الإشارات الأيونية المشابهة للأجسام المعدنية المدفونة تحت الأرض ضمن المنطقة المحيطة. أي أنه في نظام البحث الأيوني يكون البحث عشوائيا وحرا، ولكن في نظام بايونيك يتم توجيه البحث وفقا لنوع هدف محدد، أي وفق إشارات محددة مسبقا. تجميع الجهاز: قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. استخدم مقبس طاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز.
في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي حساسية الإشارة، وهو على شكل مؤشر دائري تتمثل قيمته بنسب مئوية. أثناء عملية البحث ووفقا لمسح المنطقة المحيطة بحثا عن الأهداف، سيقوم النظام الأيوني بإصدار صوت خاص ويمثل قدرة الهدف ويتعلق بقيمة المسافة بين المستخدم وبين الهدف. يمكن للمستخدم تغيير قيمة الحساسية في أي وقت ليتمكن من تحليل الصوت الناتج الذي تتغير شدته حسب بعد الهدف. ربح الإشارة، وهي قيمة تمثل قوة الإشارة، ويمثل على شكل مؤشر دائري أيضا تمثل قيمته بنسب مئوية. يمكن للمستخدم التحكم في قوة الإشارة باستخدام هذا الخيار. لتعيين الجهاز لاكتشاف الأهداف الكبيرة الحجم، قم بتقليل هذه القيمة وزيادة هذه القيمة للكشف عن الأهداف الصغيرة. لاختيار وتغيير المؤشرين السابقين، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط OK. ولتغيير القيمة استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل ومن ثم OK. مؤشر الدائري، وهو مؤشر على شكل أربعة دوائر متداخلة مختلفة القطر مع أربع دوائر صغيرة على الدائرة الثانية من الخارج. مؤشر قوة الإشارة، وهو مؤشر أفقي مكون من مستطيلات شقولية تتغير ارتفاعاتها وألوانها حسب قوة الإشارة وقرب الأهداف. كيفية الاستخدام. بعد اكتمال الضبط، تأكد من تجميع الجهاز تماما وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي. قم بتوجيه رأس وحدة IMTU إلى جسم معدني من نوع الهدف النموذج الذي تريد العثور عليه، ثم اضغط على زر البدء في الجهاز لتعيين نوع الهدف. عند استخدام هذا النظام، نقوم بتحريك وحدة النظام الأيوني بكل الاتجاهات بشكل بطيء. في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر. المؤشر في هذا النظام سيظهر بشكل ثابت في حال وجود الحقل المشابه للحقل الذي تم قياسه بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي يدل على الهدف. في حالة ظهور الإشارة، يمكن التأكد بالعودة للجسم الأول وإعادة العملية مرة أخرى. ملاحظة، لا يوجد في هذا النظام عملية ريزات، وبالتالي أي نقطة نقوم بالضغط على زر البدء باتجاهها ستكون هي الحقل الجديد الذي سيتم المطابقة عليه. نظام البث المباشر. نظام البث المباشر هو نظام تم تطويره لاكتشاف المعادن الحديدية وغير الحديدية المختلفة في الوقت الفعلي، أي على شكل إرسال مباشر مع تمثيل مرئي للإشارة مباشرة وفقا للون محدد يعكس طبيعة الهدف. على سبيل المثال، معدن ثمين أو ذهب أو نفق. تتم عملية قياس الإشارات أو عملية المسح بواسطة وحدة VST، جهاز إرسال واستقبال الإشارة العالية العمودي، وهو عبارة عن مستشعر يوجد في نهايته مخروط رباعي الأضلاع على جانبيه مجموعة من أشرطة تتكون من العديد من الديودات الباعثة للضوء أو كما تسمى LED، التي تغير ألوانها وفقا لنوع الهدف، أي حسب الهدف الذي تمر فوقه وحدة VST.
في هذه اللحظة مثلا تضيء مصابيح LED باللون الأزرق عند المرور فوق تجويف أو فراغ مثل نفق، وتضيء باللون الأحمر عند المرور فوق معدن ثمين مثل نحاس أو فضة إلى آخر. يتم تمثيل الإشارة الملتقطة بواسطة وحدة VSC على شاشة الجهاز على شكل تدفق ألوان مستمر. يتغير اللون وفقا لنوع الهدف المحتمل بالمثل. يكون اللون الأحمر عند التقاط إشارة معدني ثمين، والأخضر للأرض، والأزرق للفراغ. بالتزامن مع المؤشر اللوني المتغير سيصدر الجهاز نغمات صوتية وفقا لنوع الهدف الذي تم التقاط إشارته. أيضا يمكن للمستخدم رؤية تمثيل مرئي للإشارات التي تم التقاطها على جهاز الكمبيوتر اللوحي أو التابلت الذي يأتي مرفقا مع الجهاز ضمن برنامج خاص يعرض مخطط الإشارة في رسم بياني. وسيتغير لون الرسم البياني بطريقة مماثلة اعتمادا على طبيعة الإشارة، أي نوع المعدن أو الهدف. تركيب الجهاز. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. أولا قم بتوصيل وحدة VSC. ثانيا استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. لبدء الاستخدام حدد نظام البث المباشر من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح أوكي. ملاحظة: استخدم خيار سرعة الماسح لتسريع أو إبطاء سرعة فحص المستشعر. لاستخدامه بعد تغيير اضغط على زر البداية بالجهاز لضبطه. كيفية الاستخدام. بعد اكتمال الضبط وجه رأس مستشعر VST رأسيا على الأرض وابدأ في مسح الأرض. تأكد من عدم وجود أجسام معدنية في حذائك وحافظ على المسافة بين المجس والأرض ثابتة. أثناء هذا الإجراء أيضاً يجب أن يتجه مستشعر VST رأسياً تجاه الأرض، لا يجب أن يدور أو أن يتأرجح. أثناء العملية ستر تغير اللون في شاشة الجهاز، ووفقا لتغير الألوان يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كان هناك هدف تحت الأرض أم لا. على الجانب الأيمن من الشاشة ستظهر ثلاث خانات وهي: القيمة، تشير إلى قيمة الإشارة التي يلتقطها حساس البحث بشكل مباشر. تتغير ألوان المؤشر وفقاً لتغير هذه القيم. السرعة، استخدم خيار سرعة الماسح لتسريع أو إبطاء سرعة فحص المستشعر. أي تغيير في السرعة سيطلب الجهاز من المستخدم الضغط على زر البدء لتطبيق الخيارات الجديدة. الحساسية، استخدم خيار الحساسية لزيادة أو إنقاص حساسية حساس البحث. أي تغيير في الحساسية سيطلب الجهاز من المستخدم الضغط على زر البدء لتطبيق الخيارات الجديدة. فيما يلي وصف دلالات الألوان المختلفة: أخضر، أرض طبيعية عادية، أزرق فاتح،
فراغ صغير، أزرق فراغ كبير مثل نفق، أصفر قطعة صغيرة من جسم معدني، أحمر ذهب أو قطعة كبيرة من هدف معدني. أثناء عملية البث المباشر تظهر مصابيح LED الموجودة على رأس مستشعر VST نفس لون عرض الشاشة، مما يسهل على المستخدم التركيز على عملية المسح بدل النظر للشاشة. Multi Visual Analyzer. في نظام البث المباشر زود الجهاز بتقنية خاصة، وهي إمكانية التحكم الكامل من خلال تطبيق Multi Visual Analyzer. كل ما يجب على المستخدم هو تشغيل الجهاز وتجميع الجهاز وفقاً لنظام البث المباشر. ثم الدخول إلى تطبيق Multi Visual Analyzer من خلال التابلت واختيار نظام البث المباشر من التطبيق. سنلاحظ أن التابلت بدأ بالعمل مباشرة، وتكون طريقة العرض مشابهة نسبياً لطريقة عرض النظام على شاشة الجهاز من حيث تدفق ألوان المؤشر على التابلت، مع وجود خانتين في أعلى يمين شاشة التابلت، وهي خانة القيمة المباشرة لحساس البحث، وخانة المعايرة والتي تستخدم لإعادة معايرة حساس البحث من خلال الضغط عليها مرة واحدة. أثناء استخدام نظام البث المباشر من التابلت تظهر شاشة توقف وتنبيه يفيد بأن الجهاز متصل مع التابلت. للخروج من النظام في حالة الاتصال من خلال التابلت يرجى الخروج من التطبيق في التابلت أولاً، وسيتم العودة تلقائياً إلى القائمة الرئيسية في الجهاز. نظام تحديد موقع الهدف بين بوينتر. يستخدم هذا النظام لتحديد وجود هدف معدني أو تجويف، مع تحديد دقيق للموقع الذي يوجد فيه المعدن أو التجويف المدفون من خلال صوت أو رسم بياني معروض على الشاشة أو تمثيل مرئي على جهاز الكمبيوتر اللوحي. يتم إجراء عملية المسح بحثاً عن الأهداف المحتملة عبر مستشعر VST، ولكن مع اختيار نظام Pinpointer. تجميع الجهاز. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. أولاً، قم بتوصيل وحدة VST. ثانياً، استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. لبدء الاستخدام حدد نظام Pinpointer من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة نظام تحديد موقع الهدف التي تضم العناصر التالية: الحساسية. أثناء عملية البحث ووفقاً للمسح المستهدف، سيقوم الجهاز بإصدار صوت خاص مع رسم بياني على الشاشة يمثل إشارة وجود الهدف تحت الأرض. يمكن للمستخدم تغيير قيمة الحساسية في أي وقت للتحكم بصوت الناتج والرسم البياني. المعايرة.
يمكن للمستخدم استخدام هذا الخيار لمعايرة حساسية المستشعر في أي وقت وفقا لنوع الأرض وحالة المنطقة المراد مسحها. إعادة تعيين: استخدم هذا الزر لإعادة المعايرة إلى القيمة الافتراضية. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال ضبط وجه رأس جهاز استشعار VST رأسيا على الأرض وابدأ في مسح الأرض. تأكد من عدم وجود أجسام معدنية في حذائك وحافظ على المسافة بين مستشعر VST والأرض ثابتة. أثناء هذا الإجراء أيضا يجب أن يتجه مستشعر VST رأسيا نحو الأرض، ولا يجب تدويره أو جعله مائلا حتى لا يتأرجح. على شاشة الجهازية معرض رسم بياني منحني يظهر باللون الأخضر في حالة وجود أرض طبيعي. في حالة استقبال إشارة معدنية تكون عبارة عن مستطيلات متجهة لأعلى بأطوال مختلفة متدرجة إلى الأحمر في المنتصف عند القيم القصوى. في حالة استقبال إشارة التجويف الأرضية مثل الأنفاق تكون عبارة عن مستطيلات متجهة للأسفل بطول مختلف إلى الأزرق الداكن في المنتصف عند القيم القصوى. على شاشة الجهاز يمكن التحكم في بعض القيم مثل الحساسية وقيمة المعايرة كما تم التوضيح سابقا. نظام الحث النبطي: يشتمل هذا النظام على تقنية جديدة ومحسنة لتقنية الحث النبطي، تحقق أداء مميزا في الكشف عن المعادن الثمينة وغير الثمينة في ظروف الأرض المختلفة وأنواع التربة والتضاريس. يستخدم نظام الحث النبطي في الجهاز ملف بحث قوي مزدوج PS50 لاكتشاف الأجسام المعدنية المدفونة، والتي توفر عمقاً كبيراً للبحث وكفاءة لاكتشاف الأهداف التي يصعب العثور عليها. يمكن للمستخدمين تحديد نوع الهدف الذي يتم اكتشافه وفقاً لنغمات الصوت ونتائج البحث المعروضة على شاشة الجهاز. تركيب الجهاز: أولاً، قم بتجميع قرص البحث PS50. ثانياً، قم بإدخال الذراع السفلي باستخدام البرغي والصامولة المحددة. قم بإدخال الذراع الأوسط داخل الذراع العلوي. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. ثالثاً، ضع الجهاز على الحامل الموجود على الذراع. قم بملائمة الوحدة الرئيسية وسكة الحامل بشكل متوازي. ضع الوحدة الرئيسية في سكة الحامل حتى تسمع صوتاً من دبوس القفل. يساعد هذا الخيار في وضع الجهاز على الحامل بحيث يمكن للمستخدمين رؤية شاشة العرض قدر الإمكان. قم بفك البرغي الموجود على الحامل في عكس اتجاه عقارب الساعة. قم بملائمة الوحدة الرئيسية حسب الدرجة المفضلة وأغلق البرغي مرة أخرى. رابعاً، قم بتوصيل كابل قرص البحث بقاعدة الموصل. خامساً، قم بتوصيل البطارية بالحامل اليدوي مسند الذراع بحيث يكون مشبك البطارية في مكانه المحدد. سادساً، قم بتوصيل البطارية بالجهاز. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: لبدء الاستخدام حدد نظام الحث النبطي من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. ستظهر شاشة تتضمن العناصر التالية: الموازنة الأرضية. يوفر هذا الخيار ضبط الموازنة الأرضية وفقاً للتضاريس في منطقة البحث، ويتم ذلك عن طريق الضغط على زر ستارت مرة واحدة مع الحفاظ على قرص البحث PS50 بالتوازي مع الأرض حتى تكتمل العملية. من المهم إجراء الموازنة الأرضية قبل البدء بالبحث. حد العتبة الصوتية: يمكن لهذا الخيار التحكم في عتبة الصوت للإشارة المستقبلة.
يمكن للمستخدم ضبط القيمة بين 1 و 6. يتم تغيير القيم من خلال الأسهم يمين ويسار، أي أنه كلما رفعنا القيمة يتم التخلص من الإشارات المزعجة القادمة من الأهداف الصغيرة. ربح الإشارة: يشير هذا الإعداد إلى الخيار الذي يتحكم في حجم الإشارة المرسلة، بمعنى آخر زيادة الفولتاج الصادر من قرص البحث. والضغط على زر ستارت بعد التغيير إلى القيمة الجديدة. يتم تغيير القيم من خلال الأسهم يمين ويسار. يمكن ضبط القيمة ضمن نطاق من 1 إلى 6. الصوت: يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات نغمة الصوت، حيث يمكن الاختيار بين عدة مستويات من النغمات وطريقة عرض النغمة بشكل تصاعدي أو خافت إلى آخره. يمكن تغيير النغمة من خلال الضغط على زر أوكي. تعرض شاشة النتائج في نظام الحث النبضي بجانب الأزرار المقابلة للإعدادات السابقة رسما بيانيا ملونا ثنائي الأبعاد، يتغير وفقا للهدف الذي يمر فوقه قرص البحث PS50. عند ثبات خطوط المؤشر في المنتصف ستظهر باللون الأخضر، وهذا يعني عدم وجود أي أهداف. عند صعود خطوط المؤشر إلى الأعلى يتغير اللون إلى الأحمر، وهذا يدل على وجود أهداف ثمينة. أما عند هبوط خطوط المؤشر إلى الأسفل ستظهر باللون الأزرق، وهذا يدل على وجود أهداف غير ثمينة. مستوى صعود الخطوط أو هبوطها هو مقياس لقوة الإشارة المستقبلية من قرص البحث، ويعرض الجزء السفلي من الرسم البياني مؤشرين مطابقين لنوع الأهداف المكتشفة، الأول باللون الأصفر للأهداف الثمينة، والثاني باللون الرمادي للأهداف غير الثمينة، والتي يتغير طولها حسب قوة الإشارات المستقبلة. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الإعداد تأكد من تجميع الجهاز بشكل كامل وصحيح. أمسك الجهاز بالطريقة التالية: قف على منطقة المسح، ابدأ بالمشي وحرك الجهاز في اتجاهات مختلفة مع وضع الكرسي بشكل موازي للأرض. يتم عرض التغييرات على شاشة الجهاز إذا كان هناك أي هدف محتمل. يدل الجهاز المستخدم عن وجود هدف محتمل عن طريق إصدار نغمة صوتية. نظام الكشف الذكي: يعد نظام الكشف الذكي خياراً مثالياً للمنقبين للعثور على شذرات الذهب الطبيعي والأثار الصغيرة والمجوهرات والعملات المعدنية وأنواع المعادن الأخرى. تم تطويره بتقنية محسنة، وهو يتميز بقرصي البحث PS36 وPS28 لتقديم أفضل أداء في جميع أنواع التضاريس والتربة والقدرة على التمييز بين أنواع المعادن المختلفة. تركيب الجهاز: أولاً، قم بتجميع قرص البحث المتوافق مع الوضع الذي تريد العمل به. ثانياً، قم بإدخال الذراع السفلي باستخدام البرغي والصامولة المحددة. قم بإدخال الذراع الأوسط داخل الذراع العلوي. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. ثالثاً، ضع الجهاز على الحامل الموجود على الذراع. قم بملائمة الوحدة الرئيسية وسكة الحامل بشكل متوازي. ضع الوحدة الرئيسية في سكة الحامل حتى تسمع صوتاً من دبوس القفل. قم بفك البرغي الموجود على الحامل في عكس اتجاه عقارب الساعة. قم بملائمة الوحدة الرئيسية حسب الدرجة المفضلة وأغلق البرغي مرة أخرى. رابعاً، قم بتوصيل كابل قرص البحث بقاعدة الموصل. خامساً، قم بتوصيل البطارية بالحامل اليدوي مسند الذراع.
بحيث يكون مشبك البطارية في مكانه المحدد. سادسا، قم بتوصيل البطارية بالجهاز. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام: لبدء الاستخدام حدد نظام الكشف الذكي من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح OK. عند إجراء البحث باستخدام نظام الكشف الذكي يوجد وضعان فرعيان يتوافقان مع كل قرص بحث. يمكن للمستخدم تحديد أي من هذه الخيارات للدخول لوضع البحث المناسب، مع ملاحظة أن اختيار أي من الأوضاع السابقة يتطلب وصل القرص المناسب. أولاً، وضع الكشف الأول PS36. يستخدم قرص البحث PS36 للكشف عن الأهداف المتوسطة والكبيرة الحجم. يعرض الجهاز شاشة تتضمن مؤشرات وأزرارا على النحو التالي: المعاير. يمكن عمل المعايرة من خلال الضغط على زر Start. يمكن للمستخدم إجراء معايرة للأقراص قبل بدء البحث للحصول على نتائج أكثر دقة. وضع الكشف: يتم اختيار وضع الكشف عن طريق تنشيط أحد الأزرار الثلاثة المقابلة لوضع الكشف، وهي: أولاً، جميع المعادن، هو وضع الكشف العام. من خلال تفعيله يمكن للجهاز استقبال إشارات من أهداف مصنوعة من معادن حديدية وغير حديدية. في حالة الكشف عن معدن ثمين، يتم صعود الخطوط باللون الأصفر المتدرج للأحمر على يمين المؤشر. أما في حالة الكشف عن أهداف غير ثمينة، يتم صعود الخطوط باللون الأزرق يسار المؤشر. يتم تمييز بين الأهداف من خلال نغمتين مختلفتين تعبر كل منها عن نوعية الهدف إذا كان ثمينا أو غير ثمين. مستوى صعود الخطوط يعبر عن قوة الإشارة المستقبلة من الهدف. ثانيا، ثمين. بتفعيل وضع الكشف هذا يقوم الجهاز بتصفية الإشارات لاستقبال إشارات الأهداف المعدنية غير الحديدية فقط، مثل الذهب والفضة والنحاس، مما يعني أن الجهاز يتجاهل إشارات الأهداف الغير ثمينة. ثالثاً، غير ثمين. وضع الكشف هذا معاكس للوضع السابق، حيث يستقبل الجهاز إشارات من أهداف مثل الحديد ويتجاهل إشارات المعادن الأخرى. الصوت: يتم تمكين الصوت الذي يخرج من خلال السماعات الداخلية بالجهاز من خلال هذا الخيار أو عدم تفعيله، وهذا مفيد في حالة رغبة المستخدم في معرفة نوع الهدف من خلال المؤشر الرقمي دون سماع الصوت. مؤشر معرف الهدف: يعرض في وسط الدائرة رقماً يسمى معرف الهدف الرقمي. المقابل لنوع معين من المعدن مثل الذهب. يوجد على جانبي الدائرة مؤشران متماثلان نصف دائريان مكونان من أشرطة يتم تلوينها تدريجياً من الأسفل إلى الأعلى وفقاً لقوة إشارة الهدف ووفقاً لوضع الكشف المحدد مسبقاً. في حالة وضع كشف جميع المعادن إذا كان الهدف ثميناً مثل الذهب، يظهر في جهة اليسار بألوان متدرجة من الأصفر إلى الأحمر. ولكن في حالة وجود هدف غير ثمين، يتم تنشيط المؤشر الأيمن فقط وتدرج اللون من الأخضر إلى الأزرق. في حالة وضع كشف المعادن الثمينة، يتم تنشيط المؤشرين معا بألوان متدرجة من الأصفر إلى الأحمر. في حالة وجود أهداف غير ثمينة في هذا الخيار، سيظهر رقم لقيمة المعدن الثمين، ولكن بدون صعود خطوط المؤشر أو سماع أصوات.
في حالة وضع كشف المعادن الحديدية يتم ترشيط المؤشرين بألوان تدريجية من الأخضر إلى الأزرق بحسب قوة الإشارة. في حالة وجود أهداف ثمينة في هذا الخيار سيظهر رقم لقيمة المعدن غير الثمين ولكن بدون صعود خطوط المؤشر أو سماع أصوات. عتبة الصوت: يمكن لهذا الخيار تحكم في عتبة الصوت للإشارة المستقبلة والتي يمكن ضبطها وفقا لتفضيل المستخدم، إما لسماع أضعف الإشارة الخافتة القادمة من أهداف صغيرة جدا أو لتجاهلها للتركيز على سماع إشارة الأهداف ذات الحجم الأكبر. يمكن للمستخدم ضبط القيمة بين 1 و10. يتم تغيير القيم من خلال الأسهم أعلى وأسفل. 2- وضع الكشف الثنائي PS28. يستخدم PS28 للكشف عن الأهداف الصغيرة. يعرض الجهاز شاشة تتضمن مؤشرين عموديين على الجانبين ومؤشر رسومي في المنتصف. شرح هذه المؤشرات على النحو التالي: الحساسية: يحدد المؤشر العمودي الأيسر مستوى الحساسية ويمكن للمستخدم ضبطه على 1 من 9 مستويات، وكلما زادت قيمة الحساسية ازدادت حساسية القرص لاكتشاف الأهداف الصغيرة بعمق أكبر. يتم ضبط الحساسية لأعلى مستوى ممكن بحيث لا يتم سماع أصوات مزعجة بشكل مستمر. حد العتبة الصوتية: وهو مؤشر شاقولي على الجانب الأيمن يحدد قيمة العتبة الصوتية ويمكن للمستخدم ضبطها على قيم من 1 إلى 9، وكلما زادت القيمة زادت احتمالية سماع أصوات إشارات الأهداف الأصغر حجما، والقيمة الأصغر تتطابق مع سماع صوت الأهداف الأكبر حجما. مؤشر الإشارة: هو مؤشر رسومي في منتصف الشاشة يعرض رقم معرف الهدف ومؤشرات نون اف اي للأهداف الثمينة، اف اي للأهداف غير الثمينة، بالإضافة إلى مؤشر الإشارة الرسومي الذي يعرض مجموعة من الدوائر بأقطار متزايدة من أعلى إلى الأسفل والتي تضيء بناء على قوة إشارة الهدف الذي يمر القرص فوقه. تتم المعايرة الأرضية في هذا الوضع من خلال الضغط على زر ستارت. كيفية الاستخدام: بعد اكتمال الإعداد تأكد من تجميع الجهاز بشكل كامل وصحيح. أمسك الجهاز بالطريقة التالية: قف على منطقة المسح، ابدأ بالمشي وحرك الجهاز في اتجاهات مختلفة مع وضع القرص بشكل موازن للأرض. يتم عرض التغييرات على شاشة الجهاز إذا كان هناك أي هدف محتمل. يدل الجهاز المستخدم عن وجود هدف محتمل عن طريق إصدار نغمة صوتية.